السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. هذا الصباح سقطت واحد الطائره صفراء كما كتشوفوها، واش ديال ماشي بحال كندير دي هذه، يمكن اسبانيا. كنت غادي تدخل في العمله ديال الناظور قريب من ديك القهوه ديال البحر، وكما كتشوفوا ها هما جارينها للدرك البحري لهذاك الجانب ديال بوقانا. يلاه كان فيها يمكن شي طيار ولا جوج، على حساب كان جالس فوق، يعني فوق الطائره هو تلاح في الماء. هما تدينها، كاين فيها كاين الدرك البحري وكاين البوليس، وما عرفت يمكن واش غادي يفتشوها تما فيها شي حاجه، واش الكيف واش ما نعرف. كما انتم كتشوفوا تحياتي للجميع. ايوا، خطات العمل هذا الصباح. يلا تحياتي لكم.